يوم جديد نطلع عليكم مشاهدينا الكرام من خلال تغطية أبو ظبي الرياضية لبطولة آسيا للجيجيتسو في نسختها الثامنة والتي تستضيفها عاصمة الجيجيتسو العالمية أبو ظبي. في هذه الحلقة سنبدأ من خلال اجتماع الجمعية العمومية للجيجيتسو والتي سيتحدث من خلالها مستقبل هذه الرياضة بترشيح أعضاء الاتحاد الأسيوي ورئيس الاتحاد الأسيوي. سنتعرف على كل هذه التفاصيل، ابقوا معنا. فهد، مبارك لكم أول شيء هذا الثقة الاتحاد الأسيوي في رئاسة الاتحاد الأسيوي بمسمى عبد المنعم الهاشمي وأيضا الأمين العام في الدورة القادمة لثمان سنوات. نتحدث عن هذه الثقة، ثقة الاتحاد الأسيوي في أبناء الإمارات. في البداية طبعا يعني ما في شك أن برنامج الجيجيتسو في دولة الإمارات برنامج مثال صار لتجربة الدعم الرياضي بشكل عام وإنشاء برنامج متكامل، والكل يعرف هاي الدور الكبير اللي لعبته دولة الإمارات بدعم ورعاية من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد في كثير من مناحي هاي المجالات وفي مجال الرياضة بشكل خاص وهاي الرياضة بشكل يعني أخص. اللي بغي أقوله أن اليوم ثقة العالم في دولة الإمارات ثقة ممتدة في كثير من المجالات، وكل المجالات اللي تحصل فيها قيادة في مجال معين من دولة الإمارات انعكاس للقيم الموجودة عند الإنسان الإماراتي من صدق، شفافية، عمل جماعي، النظر إلى الأمور ذات القيمة الأعلى. أنا أعتقد أن اليوم هاي تجديد ثقة في دور سعادة عبد المنعم الهاشمي اللي حقيقة اللي قدمه لرياضة جوجيتسو في على المستوى العالمي والآسيوي بشكل خاص كان كبير من خلال تواجد هاي اللعبة في كل محافل تحت المجلس الأولمبي الآسيوي، وجودها في كل الألعاب، نوعية المسابقة، نوعية التنظيم، أعداد الناس، الدول. أنا أعتقد أنه في نشاط كبير، في صناعة كاملة قائمة على رياضة الجيجيتسو. أنا أعتقد ثقة العائلة الآسيوية في سعادة عبد المنعم الهاشمي ثقة في محلها، وأتمنى إن شاء الله أن احنا في الفترة القادمة يمكن الكلمة اللي قالها سعادة عبد المنعم الهاشمي والتقرير اللي طلع منها أن نحن لا نعد العالم بشيء جديد، نحن نعتقد أن في هامش وقابل للتطوير والتعديل اللي احنا شغالين عليه. أنا أعتقد أن الأغلبية اللي حصل عليها عبد المنعم هي دليل وانعكاس على الثقة الكبيرة من العائلة الآسيوية في سعادة عبد المنعم الهاشمي. 10 سنوات انقضت، 8 سنوات قادمة أكيد في من تم عرضها في خلال الاجتماع الجمعية العمومية، مستقبل الاتحاد الأسيوي للجوجيتسو ورياضة الجوجيتسو في هذه القارة إلى أين؟ نشاطات أكثر، برامج أكثر، عمق التواصل مع الدول أكثر بأنشطة. اليوم شفنا أن في 35 دولة نشيطة في هذه الرياضة، أعتقد عندنا باقي 7-8 دول. إن شاء الله هذا دورنا وواجبنا أن هاي اللعبة تنتقل لكل هاي الدول ما أبغي أقول بنشاط متكامل من حيث أجندة ومن حيث برامج تعليمية وأنتي دوبينج وكثير من مناحي أو الفوائد للرياضة. أنا أعتقد يعني اللي بيشوف الرياضة بيشوفها رياضة بشكلها خاص، لكن في نواحي مهمة جدا نحن دائما في الإمارات نحاول نعطي هذا الجانب. يمكن سعادة عبد المنعم دائما يركز على هالجانب أن هالقيمة الموجودة عندنا من نظام، من قدرة على التعاون، من تبادل المنفعة، من مساعدة أو دعم كثير من مناحي الحياة من خلال الرياضة. اليوم قاعدين نشوفها برنامج رياضة الجيجيتسو، نحن مرة ثانية عندنا برنامج وما زلنا نعتقد أن في هامش كبير وفي فرص كثيرة لابد أن نسعى لها. اليوم نحن أمام فترة ومرحلة بإذن الله بقيادة سعادة عبد المنعم الهاشمي، أنا بقول أنها 8 سنوات إن شاء الله ذهبية لرياضة الجيجيتسو. أبارك للاتحاد الأسيوي على التنظيم، والاجتماع كان في استعراض حق كل الإنجازات خلال 10 سنوات اللي طافت، وأخص بالشكر الاتحاد الإماراتي على حسن الاستضافة، وهذه مو غريبة عليهم كما عودونا ما شاء الله عليهم. يعني التنظيم ما نقدر نتكلم عنه. اليوم السبورت كان حصله من الاتحاد الأسيوي، من إنجازات، من سبورت حق الاتحادات كلها، الكل يشهد بالدعم الكبير والأشي اللي قاعد يسويه لنا كاتحادات تخدم رياضة الجوجيتسو، وإن شاء الله نتأمل خير في الأيام الجاية من اللي نشوفها من الأشياء اللي يعني كبلان يحطونها للمستقبل. إن شاء الله
راح نشوف جوجيتسو في اعلى او في اكبر المحافل ان شاء الله في الرياضه هذه. اول شيء حاب اشكر دوله الامارات بقيادتها الحكيمه على استضافه ودعم كل الانشطه الرياضيه المتعلقه برياضه الجوجيتسو. للامانه ما شفنا غير الكرم والامانه والاهتمام في فحاب اوجه شكر. وامانه بالنسبه حق المستقبل للامانه من الاهتمام هذا اعتقد ان المستقبل راح يكون جدا مزدهر رياضه الجوجيتسو. طبعا يعني كل شخص يتابع يعرف ان الرياضه ما شاء الله مني خاصه الجوجيتسو في لها الكثير من الدعم وكثير من الاهتمام من قبل الإمارات. فحابين نشكر على الاستضافة وإن شاء الله الاتحاد الآسيوي بتطور إن شاء الله. It was an honor to be here again, be part of this beautiful team. I'm honored by the nomination of His Highness, His Excellency Abdulmunem to elect me as a deputy secretary now. We're gonna do our best. We have an upcoming event, 2026, the Asian Games is a big event. It takes a lot of work, but I believe, I'm 100% sure that we're gonna be prepared by them. And we're gonna work hard. And with the support of all the members in the Asia community of the JJAU, we're gonna make a beautiful event. I hope everybody's there. من بعد ما تابعنا أجواء انتخابات الاتحاد الأسيوي للجوجيتسو وخذنا لكم جولة هناك، الحين دخلنا إلى صالة أرينا مبادلة مستضيفة حدث بطولة آسيا للجوجيتسو في نسختها الثامنة. دعونا نتعرف على أجواء الجماهير والوفود والدول المشاركة في هذه البطولة. عودتنا أبو ظبي كل سنة أو كل بطولة تستضيف أبو ظبي يكون يعني ما شاء الله فول تميز إبداع بالتنظيم ما شاء الله. هنا اللي موجودين مساعدينا يعني الحمد لله والشكر، تنظيم عالي كلش. أنا لعبت على تحت الوزن 85 كيلوغرام، كان وزن كلش قوي الصراحة. الحمد لله والشكر الله وفقني وقدرت أحصل الوسام البرونزي بالبطولة. لا الحمد لله والشكر يعني تسهيل من الله وتوفيق إلهي والتعب ما ضاع، يعني كان يعني مسيطر على الفايت الحمد لله والشكر. Thailand go to the 50 people competition in a four time in Abu Dhabi. I think same how same home and association with Thailand very happy and actually many medal. أمس كنت موجود كلاعب واليوم كنت متفرج، وصراحة يعني التنظيم ولا أروع ما شاء الله عليهم، شباب كفوا ووفوا، كل شيء منظم من طريقة تحضير اللاعبين من التسخين داخل وحتى من هيك داخل كفعاليات بسيطة حتى اللي مسوينها برا قبل لا تدخل البطولة. لا شيء مرتب وشيء حلو ما شاء الله. والله مستوى فني بعد نفس الشيء ما شاء الله، التصوير حلو، حتى الصوت كان ينسمع. الوالدة الله يحفظها كانت تقول من البحرين في ناس يصرخون على اسمك ينادونك، فلا ما شاء الله كل شيء تمام وكان الحمد لله. You know we're very happy to be here. It's such a beautiful event. You know there's nothing like it. So Philippines is very happy to be here. I've been a member of the team since 2017. Now I'm a coach and the talent level has just gone up. You know all the other countries are doing great jobs and you know, us as a country, Philippines, we need to keep moving forward with our development. Yeah. Well, I'm the coach of the junior team, so we have 8 athletes competing, and then the adult, I believe, has 20-something. So we have a few Asian Games medalists. We have 2, Maggie and Annie. They're defending their titles here too, and I believe Kim also won Asian Championships before. So we're well represented. Yeah. It's so big, like it's really an honor to be here. It's such a big event. I'm so happy to be here, to be representing my country, to fight in this beautiful country, and I just can't wait to fight. Yeah, me too. I can't wait to fight, and I'm ready, and I'll give my all for everything, for my country, and to represent my name and my club and everything. The competition here is really beautiful. And we're so honored to fight here and in this beautiful event. It's really like stepping up. Everyone is really stepping up their game, everything. Everyone is really good at fighting already. And I believe that Philippines
is honored to be here, and we want to, you know, keep up with them as well. أول شيء تجربة حلوة حق لعيبة المنتخب، وأول مرة أظني أول مرة أنا أشارك في بطولة آسيا، وإن شاء الله يعني تجربة حلوة. والله عسكرنا شهر في الرويس وأدي تمرين العصر والصبح، والحمد لله يعني شادين على أعمارنا. والله الاتحاد مش مقصر معانا، وسعادة عبد المنعم بعد داعمنا، والحمد لله يعني حتى الأهالي يدعمون الأولاد. والله نستفيد أول شيء تعب السفر يوم نروح مكان برع، خاصة بعد التجربة الأخيرة في كازاخستان. الحمد لله البطولة هالمرة كانت في الإمارات وبين أهلنا وبين ناسنا. والله الجيتسو رياضة حلوة صراحة، أن خاصة الحين في كل مكان تلاقي الجيتسو، عندك في الجيش وعندك في الشرطة وعندك مدارس، كل مكان تلاقي الجيتسو. الحمد لله احنا مسوين معسكر مفتوح، والشباب الأكبر مسوين معسكر مغلق، والحمد لله من هالمعسكر قدرنا نجهز أعمارنا. It's way better because it's in the hometown of UAE. That's why, and it's close to all of us. Us people from UAE, that's why. And people born in the UAE. It's getting better every time. Especially because we have good coaches here in the UAE. We go in a fight camp every time for big competitions. Federation support, they always give support for all fighters. Everything they need for everything, for the fight, for food, everything they need, it's always there. نشوفها نحن من دعم شيوخنا وعلى أرضنا نقدر نشجع لعيبة المنتخب ونساندهم ونحاول نطور من يعني معنوياتهم، لأن الشيخ محمد بن زايد ربي يحفظه معودنا نحن يعني ما فرق بيننا يعني جنسنا ذكر أو أنثى، نحن أخوان في النهاية نساند بعض، ندعم نفسنا ونرفع راية الإمارات. أفضل أن يكون في تشجيع بالذات إذا كان يعني هالشيء بيساعدني في نص الفايت، يمكن أنا ما أكون سامع كلام الكوتش أو المدرب أنه شو تقول لي، وأقدر أسمع كلام الجماهير برا من تحفيزهم وشي أقدر أكمل الفايت. دعم، تمرين، العلاج، موفرين لنا كل شيء نبغاه، مش مقصرين بشيء الحمد لله. والتمارين يعني من ناحية التمرين، من ناحية الدايت، ها كله يعني ما شاء الله مش مقصرين في هالشيء. فأنا طبيعي مع البنات من أصغر وحدة من عمر 4 سنوات لين عمر 21 سنة، أو أسمى ما شاء الله تبارك الرحمن 22 سنة. فأنا مع الكل بكل فئاته أشجعهم كلهم من أصغر واحد لأكبر واحد. فئات المنتخب يعتبر بنات فريق الإمارات، وإحنا بنات الإمارات، فالعكس البنات يوم يحصلون حد يشجعهم يتحمسون بزيادة. الصراحة مستوى فوق المستوى يعتبر، ما شاء الله ما شاء الله، كلهم إيد واحدة تشتغل، خلية نحل مكملين بعضهم. إن شاء الله بإذن الله بيبون الكاس وبيرفعون الرأس بإذن الله فريق الإمارات كامل شباب وبنات. الإثارة والمتعة الفنية ستكون بكل تأكيد حاضرة في ثاني أيام بطولة آسيا للجيجيتسو في النسخة 8. ثاني أيام هذه البطولة وأبطال هذا اليوم سنتعرف عليهم. الحمد لله أولا وأخيرا على هذا الإنجاز، توفيق الله أولا وأخيرا. البطولة جدا قوية، بطولة آسيا النسخة 8، الحمد لله قابلت أفضل الأبطال، منهم خالد الشحي، خالد البلوشي، أبطال لهم بصمتهم في البطولة هذه. الحمد لله قدرت أحقق هذا الإنجاز، وأهدي فوزي للمملكة كلها ولسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ولكل الشعب السعودي ولوالديني ولكل محبين. خالد ما شاء الله تبارك الله هو بطل يعني عدة سنوات في بطولة العالم وفي بطولة آسيا، الحمد لله شيء لا يوصف وفرحة لا توصف. Thank God we achieved yesterday bronze medal and today we got gold. The tournament has been like a very high level, so we are very happy to be able to achieve this time. So we have been planning like studying the guys. Sometimes we got bronze, sometimes we got silver, and after a while, like we are able to make it the right strategy and achieve this time. I think more four players, adults, male. So I think we're gonna achieve more 2 medals, inshallah.
إذن كانت هذه أبرز ما جاءت في منافسات اليوم الثاني التي عشناها معكم من بطولة آسيا للجوجيتسو في نسختها الثامنة. كانت البداية بكل تأكيد دورة جديدة للاتحاد الأسيوي للجوجيتسو وانتخابات جديدة واستكملت فيها المنافسات. وصلنا معكم لختام حلقتنا ورسالتنا لهذا اليوم. يوم غد سيكون يوم جديد وإثارة فنية ستكون حاضرة من جديد في صالة مبادلة أرينا. إلى اللقاء.